اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اخبارنا بقى اخبار البيت الكبير، اخبار النادي الاهلي. النهارده 30 دقيقه في الجيم قبل انطلاق تدريبات النادي الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. خاض لاعبه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي جانبا من التدريبات البدنيه المكثفه في الجيم قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي اقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا. أنا آسف جدا وأنا بتكلم مع حضراتكم كده، بس لفت نظري الحقيقة المنظر اللي ورا. هات لي لو تقدر ترجع لي اللحظة كده سمير للصورة اللي فاتت زي ما حضراتكم شايفين. أيوة، بس لو سمحت لو تقدر تقف هنا الحتة اللي ورا دي كلها. الحقيقة طبعا زي ما حضراتكم عارفين دي كان المكان اللي فيه الاستاد أو المدرج القديم. تهد اللي يعدي في النادي دلوقتي يشوف قد إيه الحتة دي بقت واسعة وجميلة جدا جدا جدا، واعتقد ان هي سيقام عليها خلال الفتره المقبله حاجات، يعني اعتقد ان الكابتن خطيب والمجلس الاداره هيبتدوا يعلنوا عنها خلال الفتره اللي جايه. الحته اللي ورا دي اللي يمشي فيها دلوقتي حته جميله جدا جدا جدا، كانت مقفوله كده عشان لغايه لما الهدد يتشال والحاجات دي تتشال. الحاجات دي كلها لما اتشالت اصبحت المكان ده كل ده هيبقى امام الجمعيه العموميه ان شاء الله يوم 26 نوفمبر للنزول والادلاء باصوات الجمعيه العموميه. بس انا لفت نظري المنظر ده للناس او للاعضاء اللي بقى لهم كتير ما بيروحوش مقر النادي الاهلي في الجزيره. الحته دي بقت قوية جدا 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 وواسعة جدا جدا، هتلاقوا تباعد وهتلاقوا كل حاجة إن شاء الله عشان يوم 26 نوفمبر إن شاء الله يوم الكل ينتظر الحقيقة الجمعية العمومية للنادي الأهلي، لأن دايما الجمعية العمومية للنادي الأهلي جمعية مختلفة ولها الحق في اختيار من تراه مناسبا خلال الفترة القادمة. نرجع مرة أخرى لتمرين النادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين دائما بيكون بيتسو موسيماني حريص الحقيقه على الاجتماع مع اللاعبين ومع الجهاز الفني والاداري علشان يبتدوا يشوفوا هيعملوا ايه بقى في التمرين خلال الفتره القادمه. كابيلو مدرب احمال الفريق قاد تدريبات بدنيه متنوعه لمده 30 دقيقه وكالعاده محاضره فنيه حرص عليها بيتسو موسيماني. ايضا تدريبات بدنيه واستشفائيه للاعبين الدوليين. انتظم لاعبو الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي الدوليين في تدريبات الفريق اليوم وذلك استعدادا لاستئناف منافسات الدوري الممتاز. وادى اللاعبون الدوليون جانبا من التدريبات الجماعيه. ايوه هي دي، هي الجزء ده الحقيقه اللي دايما هتلاقيه لكل اعضاء الجمعيه العموميه. انا بس كل شويه بكرر لان الحته دي بقت واسعه جدا جدا جدا، وان شاء الله يوم 26 هتلاقوا تباعد وهتلاقوا كل حاجه موجوده في المكان اللي حضراتكم دايما بتحبوه لكل اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. لاعبون، معلش انا بروح وبرجع كل شويه، ولكن لازم نؤكد على قد ايه الاجراءات اللي بيتم اتخاذها، الاجراءات الاحترازيه اللي بيتم اتخاذها للحفاظ على كل اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. عايزين كل الناس تنزل، لو نقدر ننزل 20 30 الف ان شاء الله يوم 26 تبقى حاجه جميله جدا جدا خلال الفتره القادمه. أدى اللاعبون الدوليون جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية في الجيم لتخفيف الأحمال البدنية وتجنبا للإرهاق. وطبعا انتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب. كابتن سيد عبد الحفيظ بيكشف تفاصيل معسكر الأهلي بالإمارات، وإن شاء الله يكون في مطلع الشهر المقبل، هيبدأ يوم يا 7 يا 8 ديسمبر، وقال إن هو هيمتد من 10 إلى 15 يوم وتتخلله مباراتين أو ثلاث وديات، وجاري تحديد أطراف هذه المباريات. أيضا تدريبات منفردة لبيرسي تاو وأليو ديانج اللي كان عندهم مباراتين مهمين مع منتخبات بلادهم ورجعوا بالسلامة، وبالتالي تدريبات منفردة لهذا الثنائي. ايضا محمد شريف يقتحم قائمه افضل 50 لاعب. محمد شريف يقتحم قائمه افضل 50 لاعب في استفتاء عالمي. ياتي ذلك في الوقت الذي احتل فيه الاسطوره المصريه محمد صلاح الترتيب الرابع في هذا الاستفتاء خلفا للثلاثي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي صاحب المركز الثالث. وعلق الموقع على تواجد محمد شريف في القائمة بأنه نجح في التسجيل بمرمى الترجي التونسي في الدور قبل النهائي ذهابا وإيابا، بالإضافة إلى تسجيله في مرمى كايزر تشيفز في الجنوب إفريقي في المباراة النهائية بالمسابقة القارية.